السلام عليكم ورحمة الله متتبعين قناة عالم شهي مع درصاف. اليوم إن شاء الله جيت وجبت لكم معايا الجديد في عالم الكيك، ميني كيك أو كيكات صغار رائعين بمعنى الكلمة، لا من حيث الشكل ديالهم ولا في المذاق. الشكل ديالهم كيجيو راقيين وصغيورين قد القيمات وشبيهين بالماكارون، يعني اللي شافهم يقدر يحسبوا ليه واش ماكارون، ولكن اللي يجي ياكلهم غادي يلقاهم كيكات. والمذاق راه ما نهضروش عليه، المذاق اكثر من رائع. المذاق ديالهم كيشبه البراونيز، كيجيو معلكين وطريين من الداخل، ما كيجيوش ناشفين نهائيا. والمكونات راه متواجده تقريبا في كل البيت، وطريقه التحضير من اسهل ما يكون. ما غاديش نحتاجوا ليمول ديال الكيك او قوالب الكيك نهائيا. خليكم معايا وتابعوا الفيديو الاخير غادي ينفعكم بزاف. وبسم الله توكلنا على الله. غنبداو بالمقادير ديال الكيك اللي غنحتاجو فيهم: كاس عنبة سكر سنيدة ما يعادل 150 غرام، جوج بيضات، 100 غرام من الزبدة بحرارة المطبخ بدرجة حرارة المطبخ، 3 ملاعق كبار من الكاكاو أو لا 3 صاشيات من بودرة الكاكاو المر. غنحتاج 75 مليلتر من الحليب ما يعادل نص كأس عنبة، 250 غرام من الدقيق، 7 غرام من الخميرة الكيماوية ما يعادل صاشي واحد، القليل من الملح، ونكهة الفانيلا أو لا ممكن تعويضها بسكر الفانيلا. وهذو هما المقادير ديال الكيك. أولا غادي نخدم الزبدة اللي كتكون بدرجة حرارة المطبخ مع سكر سنيدة، قبيصة ديال الملحة، والنكهة ديال الفانيلا، واحد الملعقة صغيرة من نكهة الفانيلا، أو لا ممكن تعويضها بجوج سكر الفاني، جوج صاشيات سكر الفاني. وغادي نخدموهم سواء بالفوي اللي هي يدويا او لا بالباتور، نفس النتيجه مادام انه الزبده راها طريه وبدرجه حراره المطبخ فدغيا كتخدم لينا. كنخدم الزبده مع السكر وباقي المكونات جيدا، غير كتخلط كنزيد جوج بيضات وكنرجع نخلط، ماشي بالضروره اني نخلط مده طويله، فقط غير كيمتزجوا كنوقف التحريك وكنزيد بودره الكاكاو، 3 الملاعق كبار من بودره الكاكاو زائد نص كأس من الحليب، حليب اللي هو غير عادي، ونرجع نمزج هاد المكونات جيدا. عاد غادي نبدا كنزيد في النواشف، وغادي نزيد كميه ديال الدقيق مع 7 غرام من الخميره الكيماويه. كي قلت لكم الدقيق عندي 250 غرام، والدقيق الخاص بالحلويات كيكون مغربل من طبيعه الحال، ضروري الدقيق يكون مغربل باش الكيك ديالكم ما كيكونش فيه دوك الحويبات اولا الكويرات ديال الدقيق. وبالنسبه لهاد الكيك هذا فكيكون مختلف شويه على الكيك العادي، يعني تيكون القوام ديالو بحال الشكل ديال البراونيز، اولا القوام ديال الكيك كيجي بحال الكيك المعروف اللي تيكون الزبده، تيكون شويه ثقيل عكس الكيك ديال الزيت. غادي نخلط غير يدويا حتى كيمتزج ليا داك الدقيق، يعني كي قلت لكم ما نكثرش التراب، غير كيدخل داك الدقيق في باقي المكونات. صافي هذا هو القوام اللي كنحصل عليه، كيف كتشوفوا معايا هذا هو القوام المطلوب، تيكون سهل التشكيل وفي نفس الوقت راه خفيف. من بعد غادي نجيب البوش او لا جيب الحلواني، انا خدمت غير بهذا جو طابل، غادي نملؤه بهذا الكيك. الى عندكم البوش صغير ديروا غير نصف الكميه ديال الكيك حتى تعاودوا تعمروه. غادي نقطعوا من القدام، غندير ليه افتحه اللي هي صغيره، ومن بعد غنجيب الطوا ديال الفران اللي كنفرش ليها ورق ديال الطبخ. بالنسبه لورق الطبخ فانا كندير تحت منه واحد شويه ديال هذا الكيك باش يلصق ليا في الطوا وما يبقاش يتحرك ليا. من بعد كنبدا كنشكل في ميني كيك اللي هما صغيورين كيف كتشوفوا معايا، وكيكونوا شويه عاليين، وكنقطع بيدي، يعني كنشكل كويره ديال الكيك وكنقطع بيديا لانه العجينه ثقيله ما كتقطعش الراسه، فهذا علاش كان انا كنخرج كميه ديال الكيك اللي هي صغيره وكنعاون باليد الثانيه كنقطع البوش باش كيجيني الشكل ديالهم مقاد. وحاولوا ما امكن انكم تبعدوا بيناتهم لانهم كيطيبوا في الفران كيسرحوا اولا كيكبروا، فهذا علاش ضروري ومؤكد انهم تبعدوا بيناتهم بواحد المسافه في الطوا ديال الفران، ضروري من هذه المساله هذه باش ما يتخلطوش لكم ويولي الشكل ديال الكيك كله مشى. غادي نكمل الطوا اللي عندي كامله، هو راه كتخرج ليا كميه اللي هي كثيره ما شاء الله، يعني راه حبات نقول لكم العدد اللي خرجت ليا في الاخير. ملي كنكمل وكنعمر الطوا كامله، من بعد غناخذ بالاصبع ديال اليد كنفزقو بالقليل من الماء وكنبدا كنقاد ليها الوجه ديالها، يعني غير داك النقطه اللي كتكون طالعه الفوق كنحاول انني نهبطها غير شويه. ما تحاولوش انكم تطرقوا الكيك ديالكم كامل، خصو يبقى هكاك مكركب او لا يبقى هكاك شويه عالي
باش في الفران يلا كياخد الشكل اللي خصو ياخد، يعني ماشي نهبطها لاصقه مع الورق ديال او لاصقه مع الطاوه. كنقاد غير داك الفوق ديال الكيك او ديك النقطه اللي كتكون طالعه كنهبطها واحد شويه بحال كيف كنديروا لي ماكارون تماما، وهذا هو الشكل ديالهم. جيبوهم صغيورين ماشي كبار، خصهم يكونوا قد القيمات. من بعد غندخلهم الفران كياخذوا لي 10 ديال الدقائق بالضبط في درجه حراره متوسطه 180، او لو كنشعل فقط غير لتحت، او لا فران ديال الغاز اللي تيكون مشعول فقط من التحت ومهيل النار اللي هي ضعيفه جدا ومسخن مسبقا. كندخلهم كياخذوا 10 ديال الدقائق بالضبط، وهذا الشكل ديالهم اللي كيطيبوا. شوفوا معايا كيكبروا تيولوا دايرين بحال الشكل ديال لي ماكارون، وتيبقاو طريين ويعني نفس القوام ديال الكيك، رطيطين من الداخل وطريين بزاف، وخداو لي شكل ممتاز. غندوزو دابا باش نوجدو الكناش اللي غادي نعمر به هاد الميني كيك. غادي نحتاج ليه ربع كاس عنبه من الحليب ما يعادل 40 مليلتر، كنحطو في شي كاسرول مثلا ونخليه يسخن مزيان. من بعد غادي نزيد عليه 200 غرام من الشوكولاته، سواء شوكولاته بالحليب او لا شوكولاته السوداء على حسب الرغبه. انا خلطت بيناتهم وغادي نخليه حتى كيدوب مع التحريك ونار اللي هي ضعيفه، حتى كيدوب ليا داك الكناش مزيان او داك الشوكولاط مزيان في الحليب. عاد غادي نزيد عليه ملعقه كبيره مملوءه من الزبده. غادي نرجع نخلط كي قلت لكم على نار اللي هي ضعيفه، او لا تقدروا ديروا بماغي الا خفتوا الكناش ديالكم يتحرق. ملي كيدوب تماما غادي نديروا شي حاجه وغادي نخليه حتى كيبرد وكيتماسك، عاد غادي نخدموا به. الكناش ديالي من بعد ما تماسك فهذا هو الشكل ديالو. واحد القضيه بالنسبه لهذا الكناش، وجدوه قبل من الكيك، ضروري توجدوه قبل من الكيك باش ملي كتوجدوا الكيك ديالكم كيكون عندكم الكناش ديجا واجد. وهذا الشكل ديالو ملي كيتماسك، راه ما دخلتوش للثلاجه، خليته تماسك ليا غير برا هكا باش ما يقصحش ليا بزاف، باش ملي نجي نعمر به الكيك يكون سهل انه يخرج من البوش. الا درتو في الثلاجه كيقصح بزاف وكيولي صعيب عليا نخدم به. لي ميني كيك ديالي هما هادو واجدين. كيف كتشوفوا كيجيو طريين وكيجيو معلكين من الداخل. حاجه وحده ملي طيبوهم وكنتو ما تخدموش بهم ديك الساعه، ديروهم في بواطه وصدوا عليهم مزيان ودخلوهم للثلاجه باش كيبقاو محافظين على الطراوه ديالهم. من بعد كنجيب واحد البلاطو كنلتف فيه كل جوج مثلا جاوني قد بعضياتهم، كنقادهم على حسب الاحجام ديالهم. ومن بعد كنبدا كنعمر في كل كيك. وبالنسبه لهاد الكميه اللي كتشوفوا عندي في البلاطو راه غير نصف الكميه تقريبا، راه باقي عندي كميه اخرى محطوطه في واحد البواطه. هذا علاش قلت لكم في الاول انه كيخرجوا ليا كميه اللي هي كثيره. كندير كميه معقوله من الكناش، يعني كنحاول نعمر مزيان هاد الكيك، ومن بعد كنحط عليها الميني كيك الاخرى وكنحاول نلاقيهم. كيف كتشوفوا كيجيو كيف لكم بحال لي ماكارون، يعني نفس الشكل ديال لي ماكارون. وملي تجيو تضغطوا ما تضغطوش اكثر من القياس باش ما يخرجش لكم الكناش كامل، خصوصا انه قلت لكم ما درناهش في الثلاجه. اولا ممكن ديروا في الثلاجه واحد دقيقه او جوج غير يتماسك شويه وتبداو به الخدمه. المهم انه خصو يكون خفيف باش يجيكم سهل في التشكيل ديالو. صافي غنستمر بحال هكا، غادي نعمر كاع لي ميني كيك اللي عندي. واحد النصيحه نعطيها لكم من دابا ما نخليهاش حتى الاخر، بالنسبه لهاد لي ميني كيك ضروري تحتفظوا بهم في الثلاجه او لا في الكونجيلاتور، يعني ديروهم غير بواطه او العلبه اللي هي محكمه الاغلاق كتسد مزيان باش تحافظوا على الطراوه ديالهم. انا شخصيا كنديرهم في الكونجيلاتور، ووقت ما بغيتهم كنجبدهم كنلقاهم باقيين طريين ومعلكين ورائعين، يعني كيبقاو محتفظين على القوام ديالهم مده طويله. ملي كنسالي غادي ناخذ الشوكولاته البيضاء اللي كندوبها في حمام مائي، ومن بعد كنديرها في واحد الكورني بحال هكا، وكنبدا كندير خطوط من الشوكولاته البيضاء فوق من هاد لي ميني كيك، كيعطيو منظر اللي هو راقي، وحتى كيخرجوا ليا الشكل ديال هاد لي ميني كيك. وهذا الشكل النهائي ديال الميني كيك اللي حضرت معكم. كيف كتشوفوا راقيين في الشكل ديالهم، مختلفين ومغايرين، ممتازين. تحطوهم في الكوتي ولا الفطور، تعطوهم حتى لوليداتكم او لا الا جاي عندكم شي حد. المهم انهم راقيين بزاف، وطريقه تحضيرها شفتوها معايا سهله جدا وبدون تعقيدات، والكميه كتخرج كثيره ما شاء الله.
نتمنى انكم تجربوهم. حاجه واحده اللي غنقولها لكم، ملي طيبوهم وهما باقيين سخان كتخليوهم يبردوا مباشره، كتجمعوهم الا كنتو ما غتخدموش بهم في ساعه، جمعوهم في شي بواطه وسدوا عليهم هكا باش كتحافظوا على الطراوه ديالهم وما كينشفوش لكم، ما كيتعرضوش للهواء. وشوفوا معايا ما شاء الله كيف كيجيو، القوام ديالهم رائع، المذاق ديالهم اكثر من رائع، كيجيو معلكين بحال الشكل تاع البراونيز تماما، يعني ما كيجيوش بحال الحلوه، كيجيو بحال البراونيز معلكين من الداخل كيف كتشوفوا. نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، نتمنى تجربوها لانها فعلا تستحق التجريب. نقول لكم خليتكم على خير، نشوفكم في فيديو مقبل ان شاء الله، الى اللقاء.